اعتذر أن الصوت شيئا ما أصيب بعقب، كما أصيب المجتمع العربي والمغربي بأعقاب كثيرة أدت إلى أن نترصد ونرصد مجموعة من الأخطاء. أشكر أولا جمعية المقال الأدبي بكل طاقمها وعلى رأسها الدكتور عبد السلام حسنينة. أشكر جمعية الأعمال الاجتماعية للرجال ونساء التعليم التي احتضنت هذه التظاهرة وهذا الاحتفاء بأول إصدار هناك خطأنا. كما أشكر الكثير من الأصدقاء الذين كانوا من الأوائل الذين قرأوا هذه القصص والذين شجعوني دوما على الاستمرار والمواصلة. أشكر ثقتهم في ما أكتب، وأشكر أيضا قارئة وفية لكل ما أكتب إلى درجة أنني أصبحت أهتدي بآرائها وأهتدي أيضا بتوجيهاتها. أقصد طبعا زوجتي مليكة النوني. إذن سأقرأ قصة أو قصتين وأحاول أن تكون جد مختصرة. إذن عفوا أبحث عن القصة. نعم شكرا. إذن هذه القصة عنوانها رحل جدي وأخذ الشمس معه. كنت أظن أن كل الحياة بدأت مع جدي. كنت لا أكل عن النظر إليه وهو جالس يتأمل السماء من على ربوة قريبة من مداخل قريتنا. كانت تروقني جلسته وهو يتتبع قرص الشمس حين يهوي إلى الأسفل. لم يكن يفوته هذا المنظر حتى أصبح طقسا من طقوسه اليومية وصلاة من صلواته المعهودة. كان يأخذني معه لأستأنس بالغروب. كان يقول لي إنها أجمل لحظة في الوجود، فيها الكثير من الدلالات والعبر، لكنني لم أكن أعرف أين تذهب الشمس. كنت أظن أنها تختفي وراء النهر المحيط بقريتنا، وهناك ينهمك أقزام بوضع الحطب داخلها لتشتعل من جديد، فيدحرجونها لتخرج من الجانب الآخر خلف تلك الربوة. حكايات جدي أيقظت في داخلي حب الحياة. كبرت ولازلت أحن إلى حكاياته، ولازلت أحيا بخياله. كلما رجعت من ديار الغربة طلبت منه أن يحكي لي حكاية. ذات يوم قلت له
ألم يندب بعد خزان حكاياتك يا جدي؟ نظر إلي بابتساماته المتعنية وقال لي: حكاياتي لا تنتهي إلا عندما تنتهي في الحياة ويتوقف نبض قلبي. بعد صمت حكيم قال لي أيضا: عندما تنتهي الحكايات ستختفي الشمس ولن تشرق من جديد. عدت إلى غربتي وأنا أحمل معي نبض الحياة ومخاوف جمة. في صبيحة يوم غريب ووقت الغروب قريب، رفعت عيني إلى السماء، فتشت عن قفص الشمس فلم أجده. عرفت أن جدي مات، فخفت ألا تشرق الشمس من جديد. مات جدي. مات جدك.